الوليدات، ولكن الوليدات اللي كنت نقول غادي يكبروا غادي يخدموا عليا وغنتجاوز هاد العذاب وغننسى هاد الشيء، الوليدات خرجوا مراد، ما عاد تحت ولد عمتي، ما عرفت. المهم الوليدات خرجوا مراد الحمد لله، هاد الشيء ما تنديرش منه بالله، هاد الشيء راه مكتوب عليا. عندي المهم جوج راهم صحاح وثلاثه مراد، ثلاثه مراد خمسه، كاينه شي بنت مجوجه، كاينه دريه مجوجه، هي الاولى اللي تابعه هو اللي مرض، مرض من العقل ديالو، ولينا بالعذاب تكربيص، خاصك ليه الدواء، خاصك ليه الطبيب، خاصك ليه معذبين، وما عنديش الجهد. مرضوا ليا الدراري الصغار عاوتاني 13 عام واحد 15 عام مرضوا، ولاو تيكونوا قاعدين معليهم ما بيهم، تيجيهم داك الشيء الدم تيولي يجري، تيخرج ليهم اللي تيبغي يجيهم داك الشيء، تيخرج ليهم داك الولسيس، تيخرج ليهم الولسيس، وتيخرج ليهم داك الشيء في الحمام الزرق، وهداك الشيء راه تيتصفى. المهم راه متبعه ليهم هذوك داك السبيطار ديال الدم وسرطان، متبعه ليهم تا ملي عندهم الرميد، ملي تنديهم تيدوزو ليهم داك الدم الصفر تيدوزوه ليهم. والمهم الحمد لله، ولكن العذاب ديال الدري الكبير، الدري الكبير خاصو الدواء، خاص معاناة، راه دوز علينا معاناة، دوز علينا عذاب، دوز علينا محنة، تيضرب، تيفقد الشعور، تيفسخ حوايجو، تينباتو في الخلا هاربين، ملي تيشدو داكشي تنباتو في الخلا. دابا ملي تنطلب منكم اخوتي، راني معذبة مع هاد الوليدات هادو، راني دابا انا الرميد راني دايرة ليه الرميد، ولكن الرميد باقا ما خارجاش، وعاطيني داك التوصيل، عندي التوصيل، ملي تنمشي عندهم بحال هكا نديه للموعد باش يخرجوا ليا الدواء، تيقول لي ما دخلش في السيستيم، خاصني نخلص نخلص الرانديفو، نخلص الطبيب، وخاصني المركوب انا وياه، وعاد الدواء، الدواء قهرني، الدواء جاني غالي، الدواء غير تلت ايام بحال هكاك تيسالي لي دوك التقاطر، والكينه مازالت بعد تلت ايام بحال هكاك، ربع ايام شي 3000 و مع 300 ولا 3400، بصح الدواء عنده واحد النقاط يبغي تيساليهم، خاصو هو يشرب في الصباح ويشرب في الغداء ويشرب في الليل. هذاك الدواء جاني غالي بزاف، والراجل عنده على الكروسه غير تيميخل، ما عندوش، عنده غير تيميخل الراجل، يجيب 600 يجيب 400 على الخطره تاع 1000 ريال، ولكن راه ما قاضياش. واش خاصو ناكلوا بها، نشريو بها الدواء، شنو غندير خوتي؟ دابا انا اللي تنقول لكم، انا راني ما تنطلبش، تنقول لكم حاجه، عندي واحد القناه ديال السعوديه متامنه، وانا بغيتكم تدخلوا عندي وتساندوني، وهذا الشيء اللي تنقول لكم راه ماشي باش نطلب زعما شي حد يعطيني، انا بغيتكم تدخلوا عندي للقناه وتساندوني، وكنت انا عندي واحد المدخول ونداوي به ولادي. هذا الشيء اللي تنطلب منكم، انا هذا الشيء اللي طالبه، طالبه تدخلوا عندي يا حبايبي وتساندوني، السعوديه امه امينه، ودخلوا عندي وتساندوني. انا تمن انا عندي العكس، ما لقيتش اللي غير يمد لي يد مساعده اللي غيتعاون معايا غير بالقناه، يدخل عندي ودخلوا عندي ودعموني وعاونوني.